يا يكسر طب الدنيا. طب طالما انت ليك في الفن قوي كده وانت بتعرف تسكن ادوار، يا ترى السينما حبت عمر كمال ولا عمر كمال ما حبهاش؟ لا انا دمي واقف، ما بنفعش. دمك واقف؟ في حد يقول على نفسه كده؟ والله العظيم مش مقبول في السينما خالص. ليه؟ ما ينفعش. مش انت مش جد يعني؟ مش جد. انا شفت نفسي قبل كده، جربت الموضوع مش جربت تمثل؟ طبعا. مثلت فين؟ مثلت هاني سلامه واستاذ مندو العدل في بين السماء والارض في رمضان، وعملت ايه تاني؟ طب مندو قال لك ايه ساعتها؟ مندو العدل هو كان مديني دوري اصلا. اصل مندو بيسكن صح يعني. طبعا من طبعا ساعة من هو ساعة كان مديني برضه يعني مش دوري يعني، قال لك ايه بقى؟ كانت حاجه شبهي كده، قال لك ما تمثلش تاني يا عمر. لا خالص خالص، بالعكس الراجل محترم جدا واداني دور. كنت انا دور بقى واحد بقى اسمه سيكا بيغني اصلا، هو قريب من شخصيتي. لكن عشان انا بقى اعمل دور ولا لا مش لاقي عليا خالص. هاني سلامه قال لك ايه ساعتها؟ لا شجعك؟ لا ما كانش الادوار مشتركه خالص معايا. طب انت ما زعلتش ان ما حدش فيهم شجعك وقال لك كمل؟ يعني من غير يعني انا ببقى عارفه حقيقتي، يعني انا ببقى عارفه يا جماعه انا مثلا مش هعرف اعمل كذا، ما انا عارف حقيقتي بالظبط كده. وبعدين مش لازم اتضايق لو هما برضو يعني اجبروا خاطري كسر خواطر يعني يجبروا على خاطري بالكذب. لا طبعا احسن يعرفوا حقيقتي، هو مفيش حد فيهم قال لي حاجه. بس يعني انا يعني انت معايا بخت من بكاني طبعا طبعا طبعا.